وعلى بركة الله دائما نستعين. نشكر حمد بن طويرش الوهيبي أيضا على هذا التواصل والإبداع في الشوط الماضي. هكذا الأشواط تستمر وشوطنا العاشر والمخصص للإبكار لفئة المهجنات لشعارات أصحاب السمو الشيوخ الذي هناك أيضا تأتي في عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير مباشرة مع المقدمة والصدارة والمركز الأول شوط أيضا شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات ترى شعار هجن الرياسة يتسلل هناك أيضا هذا التسلل الملحوظ من قدم الشاهدية لهجن الرياسة والمضمر راشد بالسم المنصوري. المركز الثالث الوصول هناك ايضا شعار هجن الرياسة بانطلاقة المركز الثالث، ولكن بدأ التسلل في هذه اللحظات من جمرة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان المضمر الصادق فضل الأمين. تدخلت الشاهينية لهجن الرياسة المضمر أحمد بن مايد على خيل ينتقل مباشرة مع المركز الخامس في هذه اللحظات. وصلت العين دار الزين مدينة الخضرة والجمال، العين على المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن الرياسة ويتقدم عوض بن مبارك المهيري. هذا الاسم الذي قد صام وجال في عالمنا الساحر عالم سباقات الهجن. بينما هناك الوصول والتقدم بن صوغال لسمو الشيخ محمد بن مر بمكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. أيضا التدخل من الشاهينية لهجن الرياسة، يتقدم المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. بينما هناك ايضا الوصول من الشاهينيه لهجن الرياسه، يتقدم المجازف هنا، يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري اللي خذت على المركز السابع. اتابع المركز الثامن الشاهينيه لهجن الرياسه بقياده المستحيل. والمركز التاسع وصول هناك ايضا وتقدم من العين لهجن الرياسه عيسى بن سعيد الخيلي، ولكن هذه الظبي اللي تدخلت هناك ايضا ضمنها عيسى بن سعيد الخيلي. المركز العاشر الشاهينية لهجن الرياسة، يتقدم هناك أحمد بن مايد الخيلي في هذه اللحظات. هكذا النتيجة بشعارات مختلفة بأسماء هناك أيضا عملاقة وقوية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، والناموس هناك أيضا يحتار ما بين هالأسماء. أعود إلى البداية هلولا صدارة هذا الشوط. الله الظبي على المقدمة هنا على المركز الأول، ولكن جمرة على الصدارة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المضمر الصادق فضل الأمين بقيادة هناك الصادق على البداية الأولى. يا سلام يا سلام. المركز الثاني وصول من العين، تقدمت العين لهجن الرياسة. عوض بن مبارك المهيري يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول من الشاهينية هناك ايضا لهجن الرياسة احمد بن مايد الخيلي هناك ايضا مشاهدينا على المركز الثالث. الله الله رجل الخطوط النهائية هنا على البداية هنا ايضا وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام هناك ايضا من ايضا جمره، ولكن وصول من همنوله. تدخلت همنوله وصلت همنوله لهجن الرياسه. علي بن يميل الوهيبي يتواجد الظافر هناك ايضا على البدايه الاولى على المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما شعار هجن الرياسه ايضا بقياده احمد بن مايد الخيلي، وهناك شعار هجن الرياسه مع الشاهينية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام يا سلام يا سلام. الأسماء تقدمت، الأسماء تقدمت، ولكن هناك شاهينية على البداية الأولى. الله
هي المستحيل، المستحيل الذي لا يعرف المستحيل، لا يعرف الاستحالة إلا مع البداية الأولى. على صدارة هذا الشوط المركز الثاني أيضا بنفس الشعار ونفس الاسم ونفس المضمر، هناك راشد بن محمد أيضا بالسم المنصوري، ولكن جمرة تقدمت جمرة على المركز الثالث أيضا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهياد. يالله يا صادق، يالله يا صادق، دخلنا في الكيلو الأخير والخطير والمثال. يا سلام، أيضا هناك هملولة لهجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي يتدخل الظاهر، وهناك أيضا الوصول من شعار هجن الرئاسة أيضا مع المجازف، ولكن أعود ودائما أعود مع البداية الأولى. الله الله الله، هذه الشاهينية، هذه الشاهينية على البداية الأولى، شعار هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري بقيادة المستحيل على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول هنا الخمسمية متر الأخيرة. جولة الأوامر والتحديات هنا، الله الله الله، الشاهينية مع البداية الأولى. سلام لهذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الرئاسة، وسلام للمضمر، سلام للمضمر المستحيل. هناك راشد بن محمد بالسم المنصوري، كفاية بالسم، كفاية كفاية على هذه العروضات المميزة مع جولة الأوامر النهائية. تهانينا والنقطة السادسة أيضا لهذا الشعار ولهذا الاسم المضمر. هناك أيضا النقطة العاشرة أيضا لهذا الشعار والنقطة السادسة مع بالسم ثانيا رجل الخطوط النهائية. هنا يأتي مع أيضا شعار هجن الرئاسة بانطلاقة الشاهدين المركز الثالث، هملولة لهجن الرئاسة، والمركز الرابع المركز الرابع هملولة لهجن الرئاسة، والمركز الخامس أيضا لحظات وصول جمرة أيضا سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان. هكذا مشاهدينا متابعي الكرام التوقيت 7:51 جزءا يتيمة من الثانية أيضا لانطلاقة الشاهينية لهجن الرئاسة، وهناك أيضا مع المستحيل المركز الثاني 7:51 وسبع أجزاء من الثانية أيضا انطلاقة الشاهينية لهجن الرئاسة والمضمر أحمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الثالث 7:52 وفاء وتماما وكمالا لانطلاقة هناك أيضا هملولة لهجن الرئاسة مع علي بن يميل الوهيبي. تهانينا والناموس.